بسم الله، ربنا اجعلنا دعاة سلم وسلام يا حنان يا منان. فاستفتهم، ما عن الاستفتاءات احنا ما شاء الله بالزيت، وعن غالب الامم ما عندها ما تسرع تشريعات الاحزاب، حتى ولات ما لا تخمة من التشريعات، حتى خبير أمثل الخبراء يضيع فيها كل العام، يضيع فيها باسك، ما عادش يعرف ما أنا شنو اللي حاضر في ذهنه، ولا إكسبير ولا نو إكسبير، ما أنا اتخذت بحمى هذه التشريعات، خاصة تشريعات شيطانية كما بورقيبة وبورقيبة وبن علي وسبسي، ناس من عاثوا بها فساد. قال شنو، احنا نحمي الحماء ونحن حريصين على الاسلام، والاسلام يجب يظهر مظهر مودرن، انو مودرنيزم، انو مودرنيزم بربش بالمليح يا جهال اللي تقولوا احنا من اتباع القول هذه المودرنيزم الحداثة. استعرف عن الحداثة، وإن كنت عالما حقيقة بها وكنت مسلما ما سمحت لنفسك أن تكون من أتباع المجرمين شرقا وغربا. قال نصوم دي مودير، هم أسى الفكرة دي وهي شيطانية، وهذا دليل اللي الشيطان يحكم فيهم كما يحب يشتي. معناه الحداثة هو إلغاء كل ما أتى به الأولون، أنا حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ألغيوا تشريعاتهم بالنظر إلى الكتب التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، على سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا محمد اللي هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. تمام، بطلوا هم باش نوليو راضيين وقت رضا إبليس، إلى حين بعد وقت اللي تربك عليكم من داب وليو تحصل دي رمور دي رمور ايدي ايدي على التمو ايدي دولور اتسيتيرا، مي بونسيزي اسي سي فان تراجيك، اي فو سوري سور لو بون شومان دو روتور فير الله. والسلام.